كان محطتنا التالية لليوم مع فن بيستحوذ على تفكير كل صبية وسيدة، هو كيف ممكن أنه تقدم أشياء بسيطة ولكن بشكل جميل وملفت للنظر، يمكن بالرغم الظروف الصعبة يلي عم نمر فيها، إلا أنه الكثير من الصبايا والسيدات السوريات قدروا أنه يلاقوا بدائل غير مكلفة ومميزة. اليوم رح نتعرف ريج على طرق لتزيين المناسبات متعددة وممكن أي سيدة أو صبية تنفذها بالمنزل، مثل زينة مولود جديد أو عيد الميلاد أو حتى حفلة خاصة، مع مصممة الأشغال اليدوية مريم كربوج. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا مريم، كيفكم؟ مشتاقين. مريم، خبرينا اليوم شو هي الأدوات اللي نحن مفترض أنه تكون عنا أو حتى نشتريها لحتى نقدر نبلش بتزيين لمناسبات عدة ممكن تكون قريبة. تمام، هلا في أدوات أساسية هي بتكون بكل حفلة، هي الورد، التول، البوالين والشموع، هدول أشياء يعني أساسية. بقية الإكسسوارات بتختلف حسب شو المناسبة تكون الاكسسوارات تبعتها خاصة فيها. يعني مثل ما قلتي بقية الاكسسوارات بتختلف، شو اكتر الاكسسوارات يلي بنستخدمها نحنا غير التول وغير الورد؟ كمان لازم تكون لحتى تساعدنا على يمكن انه نعمل زينة خاصة. ايه تمام، هلا في الادوات مثل السيليكون والشرايط والسياخ الخشب، هدول الاشياء كمان الاساسية اللي ما فينا نعمل شيء من دونهم يعني. تمام، وفي عنا الستاندات يلي هن حسب انه كل حفلة شو الستاند اللي فينا نحطه وشو فينا نعمل فيه، والالوان يمكن تختلف حسب كل حفلة. طبعا هلا الالوان هن بيحددوها صاحبين الحفلة اكثر الاحيان، بنقترح الوان جديدة ما تكون كتير مألوفة، يعني نعمل 3 الوان مع بعض بحيث يكونوا حلوين مع بعض. تمام، وترجع لصاحبين الحفلة هن بيثبتوا على اللون، يعني انا بس شغلتي اقترح. اكيد. هلا تعرفنا على الادوات، خبرتينا عنها، خلينا نبلش باول مناسبه كيف بنقدر نزين فيها، شو رح نبلش؟ هلا حفله العيد الميلاد العاديه نحن حنعمل شيء هو كثير بنعمله بكل اعياد الميلاد، هي سيت المارشميلو اللي هي بتنطلب اساسا. بس رح اعمل لها شويه حركات، خلينا نشوف كيف ممكن انا. هلا انا عندي هون ورق اسمه ورق الايفا، هذا الورق بيجي ملون في منه كل الالوان. نحن حنعمل نقص اطار مدور عليه. تمام، حنحدده ونقصه. هلا هذا منين نقدر نجيبه؟ هذا بكل المكاتب في متوفر، يعني في كل الالوان حسب شو الشغله اللي انا بدي اشتغل فيها بجيب اللون، وما كثير يعني انه هو غالي يعني كثير. يعني اشياء بسيطة وكمان سعرها بيكون مناسب، نقدر نعمل شيء حلو. طبعا يمكن هاي القصص بتوفر علينا كثير من انه نحن نروح نجيب شغلات جاهزة. ايه بتوفر، واذا واحد له بحب يشتغل بهذا الشيء فبيشتغل بينبسط فيها اكثر يعني وهو عم يشتغل بايده. خلينا ناخذ هاي بس مشان يبين شو عم نعمل. اوكي تمام. هلا انا هون مفروض قصة ندور قصة اياها. بعد ما قصيناها شو بنعمل؟ هلا نحن كمان قاصين غير لون، كمان مدورين. تمام، حضرتهم، رح نلزقهم. تمام، نحن بلشنا بعيد ميلاد، ما حفلة عيد ميلاد. تمام، هلا بعد ما نلزقهم هالاشياء يمكن كثير بيحبوها البنات كثير اكثر من شو، اكيد الشباب ما كثير يعني هيك بتعني لهم هالتفاصيل. لا، في شباب بينقوا اذا كان حعمل له لحبيبته عيد ميلاد فهو بينق كثير. اذا حبيبته يعني النهايه اذا حبيبته كثير بينق هيك بتطلع النتيجه. هاي حنعملها بس بعد ما لزقناها هون. حنعملها هيك ورح نشكها هون. هي هي نحن هلا حاطين هون سله فيها بس فلين لنثبت السياخ. نحن هلا بس رح نعمل لها زينه ما اكثر، حط له ورح نزين عليها عيدان المارشميلو. رح نحط بس بكل بساطه مارشميلو ونحط. ايه بس هي عطت شكل كثير، هي السله اللي بتضل قاعده عنا يعني فينا الا هي حلاوتها انه فيك نشتغل فيها نحن بكذا شغله، يعني انه مو والله شغله واحده وخلص ما عاد اشتغل فيها، لا الى شغل كثير يعني. كمان كثير دارج مريم باعياد الميلاد يكون هيك في زوايا يكون فيها زينه عيد ميلاد وبنفس الوقت يكون فيها الضيافه. ايه تماما، هلا صاير انه الحفله عم يعتمدوا على الديكور الخارجي، يعني انه خلص مهم يكون الديكور مرتب وهيك، فهو كثير بيعطي شكل حلو للحفله. نحن بنشتغلها على حسب صاحب الحفله، انه مثلا انا بسال شو دارس مثلا، شو بيحب،
عشان تكون الحفلة من وحي بتشبهه. يعني تكون كتير بتشبهه مناسبة من وحي يمكن شخصيته. تماما هيك بتكون صارت جاهزة تقريبا ميلاد. يعني نعبيها نحن كلياتها مارشميلو كمان اشياء يمكن يكون فيها شوكولا في شوكولا. ايه هلا بالعيد الميلاد في كثير اشياء هي بترجع كمان لصاحبين الحفلة انه هن بيحددوا شو بدهم شو ممكن يحطوا. ممكن هدول نعبيها كمان لبيبي جديد هدول القصص يعني بعد ما نعبي المارشميلو هي ممكن عبيها. نفسها اذا كان عندنا لبيبي جديد نحطها إيه. مارشميلو ونحط هدول ايه تماما يعني ممكن هي تكون الضيافات قصص اللي نعملها بالضيافات يعني بتناسب كل الاعمار تماما. كمان اشياء تانية شو حبيت تعملي لنا يا هون مريم كمان هلا انا رح اعمل الى عيد ميلاد. هلا اغلب الاحيان بالاعياد الميلاد عم يوزعوا اذا عيد ميلاد ولد صغير فبوزعوا كادو هيك بسيطه مشان اي او مثلا شيء مثلا بونبون يوزعوه بطريقه معينه فرح نشتغل على كرتونه نحن قصه نحن انه كادو نحن نعمله بايدنا ايه تماما هو من كرتون رح نقصها كمان ناخذ كيس المارشميلو مشان كمان يبين اكثر شو عم تشتغلي. اوكي رح نقصها على شكل فراشة تمام كمان حلو يمكن الطفل يساهم بصناعة هالزينة هاي كمان هلا بعد ما قصناها رح حلوة بتكون بعد ما قصناها رح نشرطها من النص بس شوي هنحط فيها البونبونة اها بكل بساطة كل بساطة طلعت كتير لذيذة وكيوت فراشة وصغيرة للبيبي حلو بمثل فيها يعني. حلو انه الولد هو يساهم فيها بشغلة وكمان يقدمها لرفقاته كمان شو محضرتي لنا هلا نحن هون بكل حفلة في الستاندات انا محضرته من قبل اللي هو الستيكرزات اللي بيكونوا اللي بيكونوا على اشكال الشوارب التم الاحرف هدول دارجين كثير هلا كثير دارجه ممكن نحطه نحن نزين كمان بسله ورد بتول هيك اشياء هي ديكور لتكون للحفله عرفت شلون علي هيك بتكون اغلب كمان جايبتي لنا شيء هون ايه هلا انا عامله بحفله توديع العزوبيه هي اللي كثير دارجه هلا بين الصبايا انه قبل الزواج في الحفله هو مثل الطرحة تمام عملته كتير بسيط اللي هو بقوس حديد تمام الطول عليها والقوس الورد هي بتوزع كدويات كمان والألوان بتختلف الألوان هي ما بتكون بيضة ما هيك بحسن بتكون ملونة أغلب الأحيان عم نعمل لأنه أحلى ما تكون بيضة البيضة هي بتحط العروس والرفقات بكونوا ملونين يعني مريم بوقتنا الحالي ممكن التكلفة بتلعب دور كتير كبير انه صبية حابة تعمل شيء مميز ان كانت بحفلة توديع العزوبية او بعيد ميلادها بنفس الوقت بتكاليف بسيطة اليوم عن جد بالفعل قديش منقدر بهالاشياء يعني نعمل شيء مميز بنفس الوقت بتكاليف كتير بسيطة وايضا تكون مناسبة للحالة الاجتماعية تماما هلا ما في كله غالي ولا فينا نقول كله رخيص يعني حسب الوضع يعني احنا اغلب الاحيان بالحفلة نشتغل على حسب صاحب الحفلة انه شو عمل مثلا تكلفة تبعيته طبعا على قده مشتغل هلا احنا المبدأ واحد انه حيكون الشغل حلو على الحالتين يعني انه بس هي بتختلف مثلا ممكن كتر ضيافة اذا بكون مبلغ اكتر نكتر الديكور مثلا اكتر بس المبدأ نفسه يعني احيانا كتير باشياء بسيطة عم تكون حفلات كتير حلوة يعني فكروا انه مبلغ كتير كبير لا بتكون كلفة نوعا ما مبلغ بسيط بس عم تكون كتير حلوين يعني فما دخل هي نحن تنسيقنا واحد بس بتختلف يعني مدى سهولة هذا الموضوع قديش ممكن سهل على كل امرأة أو سيدة بالبيت أنه هي إذا بدها تحضر لحفلة ابنها أو لعيد ميلادها إلى أنه هذا الموضوع تقوم فيه بالبيت وكيف ممكن عن جد أنه هي تتعلم شغلات جديدة تماما هلا هاي الموضوع واحد اذا كان عم يشتغل له حيشتغل بكل بسط يعني بكون هو حتى لو في تعب مثلا هو بكون مبسوط هو عم يشتغل فبس الواحد يكون شوي له مرأة وعم يشتغل هيك بشويه حب يعني حتى لو تعذب شوي بس بنبسط هو عم يشتغل انه تكون شغله اللي بتخصه انه هي الشغله لإلي يعني فبكون في بسط اكثر يعني نوعا ما
ليش بتنصحي يمكن انه ما نروح ونشتري اشياء جاهزه؟ لا نحن نحاول نتعلم، نحن وقت نعمل شيء بايدنا مثل ما ذكرتي يمكن بيكون فيه بهجه اكثر. ايه تماما، يعني الواحد وقت عم يشتغل بايده فبيكون كثير هيك مبسوط و بينبسط، يعني بتحسي بقيمه الشغله اكثر. تمام، وبروز احنا وتعمليها انت ما تكلفك بهالمبلغ اللي ممكن تشتريه بالجاهز. يعني ممكن هو اكيد زي ما بده يربح وقصص وهيك، فانت تشتغليها عم تنبسطي وعم توفري شوي عليكي وهيك. عم ياخذوا احيانا على بعض الحيطان، يعني بمكان الحفله بياخذوا حيط اللي بدهم يحطوا عليه كل هاي الضيافه. يمكن عم اشوف كثير رائجه انه كتابه معينه او رسم معين او صوره. هل الزينه عم تختلف من سنه لسنه وهذا الموضوع رائج هالسنه اكثر؟ هلا هالسنه في دار كثير موضه قصص حفلات، يعني نحن ما كنا نحتفل فيها اول، مثلا مثل حفله توديع العزوبيه نحن ما كنا نعملها، حفلات البيبي شاور انه قبل ما يولد البيبي عم تنعمل له حفله للام. فكثير موضوع الحفلات كثير دارج هلا بقصص سيارات. هلا حسب المكان اللي احنا عم نشتغل فيه، يعني ممكن يكون المكان هو مثلا مطعم هو له ديكور معين، نحن اذا ما كان له ديكور معين نحن بطريقه الزينه بالطول والبولين وهيك بنغير الديكور تبعيته. عرفتي شلون علي؟ فهيك عم تكون اغلب الاحيان. يعني مريم اليوم قدمتي لنا افكار كثير حلوه ورائعه، وان شاء الله دائما المناسبات بتعم كل البيوت. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم، ميرسي كثير. شكرا لك مريم، بس معلش تحطيها هنيك. بدنا نشكرك كثير ونتمنى دائما الافراح يعني هي اللي تعم كل بيت سوري ان شاء الله يا رب، ما بقى بنشوف غير الفرح ببيوت السوريين قريب. اكيد ميسان، يعني